الحمد لله شعار لا يوصف، يعني بس الفترة قصيرة، ما بدي أقعد مدة طويلة في لبنان لكي أستمتع بفنها وبهواها. بالأسف عند الفترة قصيرة، بيسلم على الفنانين اللبنانيين. بلبنان كله وحشته كتير، لبنان الفنانين العرب اللبنانيين كلهم سندوه، وكيبلغهم السلام، كيبوسهم كلهم، وحامل معاها يعني اعطاني حامله تحيه كبيره 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 لبيروت واهل بيروت. لا، ما عندي تفاصيل والله، ما عندي، يعني ننتظر الجلسة الأخيرة اللي صدر فيها الحكم، ما عندي فكرة عليها. الحمد لله الخطوة الأولى هي يعني تحديناها، مازال الخطوة الثانية وهي البراءة، الحرية الكاملة. حبيبي كيف لقيته؟ شعورك أي أم شعوري يعني لا يوصف، دموع وقبل ومني ومن العائلة ومن المغرب ومن، يعني 6 شهور كانت قاسية كتير، معلوم قويته قواته كتير، لأن الوقفة المعنوية كتير بكثير من الوقفة المادية، والحمد لله سعد لقى المعنوية من طرف كل الفنانين العرب، الله يكثر خيرهم وجزاهم الله خيرا. في عمل جديد، أعمال جديدة في إن شاء الله، بحول الله إن شاء الله، يعني في عن قريب حنسمع الجديد إن شاء الله.